بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفرق بين ويندوز وماك او اس، دي سلسلة كل حلقة فيها بنمسك معلومة محددة وبنقارن المعلومة دي ما بين نظام الويندوز ونظام الماك. المعلومة دي من نوعية انها ممكن تسعفني يعني او تساعدني في وقت انا افتقد لبرنامج معين على جهاز ما. يعني انا مش بقول لك جهازك الشخصي، لا، انت جهازك الشخصي ممكن يكون عليه البرنامج ده، لكن ممكن تساعدك على جهاز اخر معلهوش البرنامج. في نظام الويندوز انا عندي ملف فوتوشوب اسمه test1.bsd. الملف ده انا مش عامل سيتاب للفوتوشوب على الويندوز. لو انا مش عامل سيتاب للفوتوشوب على الويندوز وجيت دوست دبل كليك هنا، هلاقي ان بيقول لي عايز تفتحه على ايه. مش هقدر طبعا افتحه على حاجة الا لو انا عندي برنامج بيدعم ده زي ما شفنا مع بعض. اما في نظام الماك، لو انا مش عامل سيتاب لبرنامج فوتوشوب على النظام ودوست دبل كليك على نفس الملف اللي هو test1.bsd دبل كليك فتحته، هيفتح معايا عادي على برنامج البريفيو على الماك. ومش بس كده، اقدر اني انا اخرج الصورة دي، يعني لو انا من قائمة فايل عملت اكسبورت، اقدر اني انا احفظ الصورة بالامتداد اللي انا عاوزه سواء كان png او jpg او غيرهم، وادوس على سيف، هيحفظ معايا الصورة وهقدر بكل سهولة اني انا استعرضها، اديها لحد، استخدمها، اطبعها، اعمل بيها اي حاجة. فالموضوع ده بصراحة على نظام الماك رائع جدا. عاوز افكركم السلسلة في الوصف بتاع المقارنة، وقولوا لي رأيكم هل حركة زي دي مثلا اقدر اعملها على ويندوز. وشكرا للشباب اللي دخلت واهتمت بكلامي وفتحت الليستس الموجودة في القناة ولقت كورسات من ذهب، وخصوصا قائمة تشغيل دوت نت ماوي اللي بتخليك تعمل تطبيق ستيبل على اندرويد واي او اس وماك او اس وويندوز. وان شاء الله نشوفكم على خير في مقارنة جديدة ما بين ويندوز وماك.